بسم الله. ربنا ثبت أقدامنا على قول لا والقول والعمل بلا إله إلا الله، واجعلنا من خير من صلى على نبيك عليه صلاتك وسلامك يا الله. وبعد يقول ربي في ختام هذه الآية: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. احنا أولو بأس شديد كما ورد عدة مرات في القرآن العظيم، يعني تيوم الحس ما لا يجد فيكم بأس وضرب قاصمة هادمة لبنيانهم الكافر الذي يدعى الصلاح وهو ليس له علاقة بالصلاح. نعود إن شاء الله.